في تونس وصلنا إلى مستوى يطالب فيه الشعب بالحليب والخبز والبطاطا والعلاج والأمن. من المفروض الحاجات هذه يعني يتمتع بها كل مواطن في دولة متقدمة أو في جل بلدان العالم. علاش الأشياء هذه أصبحت طموحات عند الشعب التونسي؟ علاش؟ والله يا خويا اش باش نقول لك، الدنيا صعبه هي توا، واحد لازم هذيك ما يبقاش يستنى معناها لين الفرصه تجيه ليديه، لازم يتوكل على ربي، يخدم على روحه، يعمل على روحه. هذيك هي فاهمين اللي الدنيا صعبه، واللي البلاد خويا معيشه فيها صعبه، والدنيا غليت، والشيء اللي تحكي عليه انت ولا طموحات نتاع الزواج، ولا ما عادش الناس لاقيه ما تاكل. هذيك هي لازم واحد يخدم على روحه هكا، ولا اكثر لا اقل، ما يستنى شيء من الدوله ذي، فهمتني، يعمل على روحه ويثني الركبه اخويا، يخدم اللي جاء اللي كتب من ربي. ذاك هو اخويا الرجال متسمي عليها تمرميد، لازم يخدم اللي يجي هكا، ولا اكثر لا اقل بحكم. اليوم الدوله التونسيه مش موفره حقوق الشعب من امن وغذاء وغيره؟ بالنسبه للامن خويا كتشوف بركاجات ليل ونهار، وليت حتى في قلب العاصمه امور امن معناها جمله، معناها الحق ماهوش في امان التونسي جمله، يومين تسمع بركاجات نطره، فهمتني. ولي بالنسبه للمعيشه خويا غليت، معيشه غليت خويا، ربي قد الخير معناها السنين القدام، ما الله اعلم شنو يستنى فينا. فماش لا حقوق لا واجبات في الدوله هذه، ما فما حد شيء. الساعه احنا اللي توفرت لنا لا معناها لا سكن، لا معناها كيفاش نقولها انا، ما فماش حقوق وكهو، فماش لا حقوق لا واجبات في الدنيا. كان جات فما حقوق وعطينا حقنا، شباب باش يحرق باش يموت في البحر، راهو قاعد في بلاده راهو يخدم راهو جاوب بها يوق، كلها قارية اللي ماتت في البحر كلها قارية. كان جا عندنا نحنا حقوق وجاونا به، رانا قاعدين في بلادنا ورانا نخدموا على رواحنا. تنتي معلم تحل نصبة يجي يفك لك البلدي، تحل نصبة باش تسترزق منها البلدي، تجي تفك لك وتقول لك كيفاش وكيفاش، وانت صاب فوضى، وكي تمشي تحرق يشدوك ولا يقتلوك. صح يا وشتر العباد ماتت في البحر جراير البلاد. وصعب نطلب بركه من سي قايس سعيد يوفرنا خويا حقوقنا، ونحن تنعطوه واجباتنا، ونحن عندنا واجب ويعطينا حق ونحن نعطوه واجب. الحق اللي تحب تاخوه انت؟ حق كيف البلدان الاخرى خويا، واحد ما عادش نحب نخدم صاحبي، نحب نقرا، نحب نفرح ميمتي، نحب نعملهم الكل صاحبي انا في البلاد هذايا. شنو طموحاتك صاحبي؟ طموحي صاحبي نوصل لحاجه كبيره باش نشوف صاحبي الضحكه في وجههم. سي قايس سعيد ما خلاني يا صاحبي نوروا نحن الضحكه في وجوههم، في عهد بن علي معلم باقيت ب 100 او ب 300 الباقيت مضمون، مشينا باش نطلعوا مضمون. باقيت ولدت 300؟ 300 الباقيت تو. انا تو جبت 3000 معايا من الدار. زوي ولا ما عادش خالطة عليها؟ موضوع المواطن التونسي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. الأمن والغذاء و شنو الآخر؟ العلاج. باهي. هذوما ثلاثة حاجات ضروريين، ولا المواطن يخمم فيهم كما كان قبل اللي يخمم باش يمشي لإيطاليا ويمشي لسويسرا ويمشي كذا، هو اللي يخمم في الأمن. هذوما الحاجات اللي معناها أون برانسيب يكونوا هما معناها الأساسيات تاع الدولة، فهمتني؟ احنا تو علاش ولا وصل المواطن يخمم فيهم الحاجة هذوما؟ خاطر بالحق فهمتني؟ تعدينا بفترة عصيبة جدا في خلال العشر سنوات هذوما اللي فاتوا، سرقات، تهريب، تخريب، تدمير، فهمتني؟ عصابات الى غير ذلك. احنا توا في الوقت الحاضر عندنا امل كبير ياسر في السيد هشام مشيشي رئيس الوزراء، اللي بالحق بدينا نحسوا، خاصه البارح وقت اللي وراونا الحملات الامنيه باش يقضوا عليك المجرمين والعصابات اللي معناها يخوفوا في التوانسه، فهمتني، ويقضيوا على الراحه والامن نتاعهم، فهمتني. ان شاء الله تويك الحكومه هذه تقوم بالواجب نتاعها وتكون حكومة وطنية، واحنا عندنا فيها أمل كبير ياسر، فهمتني، وإن شاء الله فهمتني كل حق كل واحد ياخذ حقه. يعني اليوم يعني أنت شنو طموحاتك كمواطن تونسي؟ والله أنا الطموح نتاعي أنا شخصيا ما عنديش طموح. شنو معناه ما عنديش طموح؟ ما عنديش طموح، أنا الطموح نتاعي طموح عام، وقت نشوف بلادي تحسنت ونشوف الأمن استقر ونشوف معناها الوضع الاجتماعي معناها من حسن الى احسن، انا وقت نحس براحه، فهمتني. وانا كمواطن مستعد باش
نبذل مجهودي وباش نبذل حياتي باش نبذل دمي وباش نبذل امكانياتي من اجل الاستقرار هذا لو طلب مني. فهمت؟ في رايك وقتاش الدوله باش توفر يعني الامن والغذاء والعلاج لمواطنيها؟ وقتاش توفر الدوله الامن والغذاء والعلاج للمواطنين؟ وقت اللي تقع عداله اجتماعيه، وقت اللي كل انسان فهمتني يتحمل مسؤوليته، وقت اللي الواجبات يقوم بها، وبنفس الشيء فهمتني زاد المسؤولين، وقت اللي الدولة فهمتني تقوم بحماية المواطن وتوفير الإمكانيات ليه فهمتني حتى معناها بأي طريقة معناها قانونية. الأمن والعلاج والغذاء علاش؟ علاش مش نتمتعوا بها؟ ها؟ على خاطر ديجا احنا ما نعرفش حسب تفكيري شعب تجمعنا برشا قواسم مشتركة وتزيد تفرقنا برشا حوايج تافهه حشاك معناها وسياسات الضعف هي اللي خلت تونس معناها ما تتقدمش الامن الغذاء والفساد معناها عندنا مثل شعبي يقول كل بلاد يخدموها رجالها الا تونس معناها مالجري عنا ناس قبل حنا بعل عنا ناس خدمت البلاد وعنا ناس توا ما تخدمش البلاد ما نعرفش علاش وزيد هذا كل الشباب تاعنا مش ماخذ الفرصه تاعو. وقتاش في رايك يعني تونس باش تقدم لشعبها الحاجات هذه مثل الامن والغذاء؟ الامن ما نجموش نقولوا مش متوفر الامن لكن الغذاء الامن الغذائي نحكيه اليوم على العلاج خاصه وقتاش باش توفرهم الدوله للمواطنين؟ وقتاش توفرهم الدولة للمواطنين؟ نهار اللي الشعب يعرف ديجا حقوقه وواجباته. هذه ثقافة يلزمنا نتعلموها. وعلاش بلادنا هكا؟ سؤال نسألوه للناس الكل. والله تحب نحكيه باللوجيك. بالنسبة لنا نحن كشعب تونسي ديما يبكي ويشكي. هذه أول حاجة. تجي الواحد تخد تقول له إجا اخدم ب 400,000 وطالب ما يحبش يخدم. كيفاش باش يعمل دار وكيفاش باش ياكل وكيفاش باش يشرب وقت اللي هو بطال يحب ياخذ من عند بوه 10,000 فرنك ومن عند امه 5,000 فرنك ويولي من بعد يولي ينطر ويولي كذا وكذا فهمتني؟ دونك هنايا باش تقول لي اذا نحن نصلحوا في رواحنا راهو ما نستناوش الحكومه راهو كي باه كي بلاش في تونس باش نكونوا واضحين فهمتني؟ كل واحد راهو يصلح من روحه. انا بيرسونيلمون اذا كان نحب نقدم بروحي نقدم بروحي راه البلاد باش تتقدم باش نكونوا واضحين. معقول ولا مش معقول؟ دونك هنايا لازمنا الناس الكل فهمتني الناس الكل نحطوا اليد في اليد. توا بار اكزومبل احنا نحكيو شويه على البنيه التحتيه مثلا تاع تونس. راهو مشكله مش الفيضانات اللي صارت توا مش كل بلديه باش تجي فهمتني ولا لوناس ولا ما عادش شكون تجي تسرح لهم. انت كمواطن فهمني ما عادش تلوح الساشيات ما عادش تلوح الدبوزه ما عادش تلوح الكيغت باش الريح يتسد باش زيغو ما يتسدش بلغه اخرى فهمني. عطاو الناس الكل خويا تولي لبس عليها والناس الكل تعيش والناس الكل تاكل وتشرب والناس الكل تتشيخ. في رايك الدوله التونسيه وقتاش باش توفر المطالب هذه يعني العلاج السكن الامن الغذائي وقتاش توفر؟ بالنسبه للعلاج ونحبوا نحكيوا العلاج الدوله خايخه سرقت هي شنية كل 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 حكومة تجي توصي على الأخرى. ديجا فما برشا في دوسيات فساد طلعوا من رئيس الحكومة القديم من 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 إلى من 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 منهم فما عبيد ذروا فما شباب يحبوا يخدموا ذروا من العبيد هذوما فهمت دي مارشي بالمليارات وفهمني يحبوا ياخذوهم ياكلوهم وحدهم يخليوا الشباب تخدم فهمني. تحب تمشي أنت تاخذ كريدي من البنكة فهمني تحب تاخذ كريدي من البنك يحطوا لك 100 عصاف العجله. مو هذاك اللي باش ياخذ كريدي باش يخدم لك. شوف قداش من عائله مع 20 30 عائله 40 عائله 10 عائلات كل عائله قل شوف قداش من نفر فهمني. دونك هنا اش باش يعمل الدوموند باش تكثر دونك العباد باش تولي تخدم باش الدوله باش تولي تنتج باش تولي تدخل فلوس باش تولي الدنيا العجله تدور فهمني. اما هذيك انت تجي تحط له العصاف العجله وتعطي كل الكبارات وتخليه هو هكاك كشباب فهمني ما عادش فما حد شيء. صعيب برشا باش تخلط انك ساعه توفر معناها الماكله باش تلقى باش تاكل انت كل يوم
فهمني العباد مش خالطه معناها باش تاكل خلي باش تخلط معناها كيما نقولوا على ربع حيوط وسقف فهمني سايبه برشا تو سيرتو معناها الاكتظاظ نتاع السكان واحد ما تنجمش باش تخلط معناها حتى سيرتو يبدا واحد معرس معناها وعنده صغار مش باش يخلط معناها تو حلم كل شاب تونسي معناها باش يعمل دار وكرهبه فهمت ما عادش خالطين عليهم وواحد باش يلقى باش ياكل ما عادش خالط هاك تشوف معناها الدنيا غليت وما فما شيء وكورونا وان شاء الله ما يسكروها لناش البلاد برك الجمعه الجايه وربي يستر وكا كلهم كل تونسي انه يعمل دار وانه يوفر اكتفاء الغذائي او اكتفاء الذاتي هذا الشيء اللي خلانا متاخرين نوعا ما اللي خلانا يعني اليوم خلونا في تونس نحلموا باش نعيشوا فقط وباش نوفروا قوتنا هذه استراتيجيه ماخذينها معناها من قبل من عاد بن علي معناها نفس الموضوع يخليك تخمم انك باش تلقى باش تاكل كوم يخليك تطمح معناها باش تعمل اكثر باش تعمل مشروع ولا باش تكون ولا فهمت ما تخلط باش تعمل حتى شيء.